لو الحكاية فيها إن فيتو عندي مثلا في المصاريف السنوية رؤوس محلات وضرائب عقارية. نعم رؤوس عقارية محلات وضرائب عقارية. الرخص والضرائب العقارية ورسوم رخص سنوية ورسوم سجل ورسوم سجل ورسوم نظافة وضرائب وضرائب العقارية والعمل وختم ميزان وأدوات خدمة من ضمن الأدوات كم بقى يطلع ده كله؟ كم يطلع ده كله؟ ها؟ طفايات وبيوضة تختارش الطفايات عشان الرسومة بتاعتها كبيرة رسوم تفتيش للترخيص السنوي اسمها رسوم تفتيش رسوم الرخصة 36 جنيه رسوم الرخصة 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 بعد كده ما عندكش الحاجه اللي تظبط بيها نمره واحد لا تدفعه رسوم التفتيش بتاع الرخصه 36 حد يختار عنده عدول حاجه تاني تدفع كام 50 حاجه الرخصه الرخصه خليها 50 كام يا عم 150 رسوم الرخصه سنه وكام اقل حاجه 50 اقل حاجه رسوم الرخصه عايزين نقول مجمع الإنتاج السنوي لوحدة الخبيز مثلا أو للخط في